ورجعنا مشاهدينا لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. واظهرت انه الانتخابات الاوليه في مصر انتخابات 2011 للمصريين رغبه المصريين كلهم في المشاركه واختيار مستقبل افضل لمصر بعد ثوره 25 يناير، ولكن ايضا اظهرت النتائج في المرحله الاولى سيطره التيار الاسلامي المتمثل في حزبي الحريه والعداله اللي بيمثل الذراع الايمن ل الإخوان المسلمين، وكمان سيطرة النور اللي هو بيمثل طبعا حزب السلفيين في المرحلة الأولى في الانتخابات. في تخوف كتير جدا، هنا ساد التخوف عند بعض المصريين أو بعض التيارات، مثلا زي التيارات تيار الكتلة مثلا، وأيضا المصريين كتير جدا. عايزين نتكلم عن تفاصيل القصة دي ونخوض فيها أكثر مع الأستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير يا أستاذ أشرف. صباح الخير. في البداية عايزين نسأل حضرتك، يعني فوز التيارات الدينية إلى أي مدى تبلغ قوة هذه التيارات الدينية على التأثير إن هي تفوز للدرجة دي في الانتخابات وتكتسح هذا الاكتساح، وتأثيرها إيه على الحياة اليومية، وإزاي قدرت تعمل كده؟ إيه التنظيم اللي عندهم وإيه التخطيط اللي عندهم اللي خلاهم يكتسحوا بالشكل ده؟ الحقيقه انه يعني هو الصوره مبدئيا علشان برضو ما نخضش الناس قوي، ميزه الانتخابات بالقايمه انه ما فيش اكتساح كبير، يعني احنا مش هنرجع تاني زي الايام الحزب الوطني اللي هو بيسيطر حتى على 80 او 90% من المقاعد. الاسلاميين في افضل حالاتهم هيسيطروا على حوالي 50% او 55%، واحنا لو قوى المعارضه قدرت تجمع 33%، يعني التلت، هتبقى تمتلك ما يسمى بالتلت المعطل اللي يخليها قادرة على انها تسيطر. لانه الحقيقة انه في نظام القوائم الحزب او الحرية مثلا والعدالة ممكن ياخد من دايرة 10 مقاعد ياخد 3 او 4 مقاعد، هم مش كلهم حرية وعدالة، لانه الحرية والعدالة معاه احزاب تانية، معاه حزب الغد ومعاه حزب الكرامة ومعاه عدد من الائتلافات الثورية، فعدد الاعضاء في الاخر الخريطه مش هتبقى بهذا الشكل. اما بقى النقطه الاهم هو يعني ليه قدروا يحققوا مثل هذه النتيجه القويه. انا تقديري انه لقصور شديد في اداء باقي الاحزاب. بيرجع للخبره استاذ اشرف ولا بيرجع لقوه الاخوان المسلمين داخل المجتمع المصري؟ شوفي، لو احنا قلنا ان الاخوان المسلمين قوه وتعمل بالسياسه من 80 سنه، السلفيين وحزب النور بيعملوا بالسياسه من 10 شهور. يعني طول عمر السلفيين قاصرين حياتهم على ونشاطهم على المساجد. لكن الحقيقه انا يعني تجربتي واحتكاكاتي الشخصيه، ناس كتير قوي قبل الانتخابات كانوا بيسالوا ننتخب مين. ده معناه انه الناس اولا انهم مش واخدين قرار انهم يختاروا الاسلاميين، ولا متاثرين بالخطاب الديني. لكن في الاخر لما رحنا عند لجنه الانتخابات لقينا ايه؟ لقينا شباب التيارات الاسلاميه الاخوان او السلفيين هم اللي متواجدين وبيساعدوا الناس، وفي حالات كثيره دون انتهاك قواعد او قوانين الانتخابات، بمعنى ان هو ما بيعملش دعايه في مجال الدائره، بس بيساعد اللجنه الناس. بيساعد، ماسك لابتوب وبيتدور على اللجنه بتاعتك فين ويقول لك فين، وحد بيدي الناس ميه علشان الوقت الانتظار الطويل. في المقابل ما فيش موجود مندوب للاحزاب الثانيه داخل اللجنه، يعني انا الحقيقه انا ذهلت. ده اثر يعني طبعا التاثير القوي ده في وجود الاسلاميين او حزب الحريه. يعني انا لما يبقى عندي قناعه معينه، مش التاثير، انا مش بنتكلم، يعني طبعا هي مساله المفروض انه الناس يعني هيتم دراسه هذا الامر، لانه اكيد عوامل كتيره قوي توصل للنتيجه دي، لكن احنا بجيب العوامل الانيه والسريعه، اللي هو انه في الاخر في احد الناخبين انا بساله بقول له انت ليه مش هتختار الكتله؟ قال لي انا كنت واخد قرار ان انا اختار الكتله على وجه التحديد قبل ما اجي، لكن لما جيت وما لقيتش حد منهم موجود قلت اذا كانوا وهم عايزيني مش موجودين، فلو انا اللي عايزهم الاقيهم فين؟ لكن انا في المقابل لقيت. دي ممكن ترجع تكون غلطه عدم خبره في خوض الكتله. التيار الليبرالي يمارس السياسه ابعد بكتير من الاسلاميين. هو الحقيقه 10 شهور من استنفاد الطاقات في مجادلات سياسية وفي أنشطة ما هياش لها علاقة بالانتخابات، وتجاهلوا تماما فكرة الانتخابات، رغم أن في الآخر الصندوق هو الجائزة الكبرى لكل ما يجري في مصر من بعد 11 فبراير وسقوط نظام حسني مبارك. كان المفترض أنه الناس كلها تبقى تركيزها على الانتخابات، لكن الحقيقة أن القوى الليبرالية، أنا بقول القوى الليبرالية خذلت الناخبين
الشعب المصري ما هوش شعب يميل للتطرف ولا للأصولية. هو اللي ساعده، هو اللي حب يقف جنبه بقى. بالظبط، وهم فعلا موجودين. يعني احنا اكتشفنا ان القوى السياسية الليبرالية هي يعني تملأ الدنيا ضجيج، لكن في الاخر ما يقدروش حتى يوفروا عدد من الشباب يبقى موجود جنب بجوار اللجان، يبقى موجود مندوب يحرس الصندوق. يعني انا رايح انتخب الكتله، عايز المفروض انه اي حزب بيكون له مندوب داخل اللجنه علشان يبقى حارس على صوتي. انا لقيت اللي موجودين هناك حتى بيوعي الناس انت لازم تعلم على كذا وكذا، صوتك او يبقى يحرص باطل يعني على الاقل. بالظبط، او يحرس الصندوق عشان اتاكد. يعني انا اوكي الانتخابات طبعا نزيهه تماما، لكن انا ليه ابقى سايب اللجنه ما فيش فيها مندوب ليا اذا كان القانون بيديني هذا الحق؟ واللي على فكره مساله المندوبين دي كانت معركه في الانتخابات القديمه قبل كده، معركه لا تنتهي لحد يوم الانتخابات، لان هم مش عايزين اي مندوبين يحضروا عشان يقدروا يزوروا هم بمزاجهم. فلما الوقت يبقى متاح ليا ان انا يبقى ليا مندوب، ما الاقيش مندوب، ده بيقلل من، خصوصا ان احنا كمان مصريين ما عندناش قرار، ما بناخدش، ما عندناش قناعات ثابته. يعني احنا شعب مش متحجر على فكره. يعني الصبح ممكن تبقي صاحيه الصبح واخده قرار انك تختاري مرشح، توصلي اللجنه فتغيري القرار ده لانه حصل انك قابلتي المرشح الثاني فهو اللي كلمك، الرساله الاخيره كانت منه فغير، والمرشح اللي انت كنت مختاره خذلك وما جاش عند اصلا. حاسه كده ان الانتخابات ممكن تكون عارف انت بالعاطفه كده، اللي هو أيوة يعني حتى قبل ما اخش قال لي رمز كذا، يعني الدعايه ده كله ملهاش اي قيمه دلوقتي قبل الانتخابات هي اللي بتحدد. الحقيقه انه في جزء كبير منها علشان كده، حتى في يعني التجارب الديمقراطيه اللي قلنا ليه ما يبقاش في دعايه في فتره الصمت الدعائي او الصمت الانتخابي 48 ساعه قبل التصويت عشان ما ناثرش على الناس في اللحظه الاخيره. بس زي ما بس احنا لان احنا لسه بنتعلم خلينا نقول انها اول بالزبط. تجربه و... حاجه ثانيه بقى المهم انه كمان دي مرحله، في مرحلتين. انا تقديري انه لو القوى المنافسه للتيار الاسلامي قدرت تستوعب دروس المرحله الاولى ممكن الامور تختلف، ممكن لسه في مرحله تانية ولسه هنشوف كتير جدا. وحاجه كمان اخي، يعني نقطه كمان، انه ده المرحله الاولى كان فيها معاقل السلفيين، فان شاء الله ما اظنش ان النتيجه هتبقى يعني هو اسكندريه ودمياط وكفر الشيخ، دي معاقل التيار السلفي بشكل عام. ايوه، فحققوا نتائج، فمش بالضروره ان النتيجه دي تتكرر في محافظات تانية وفي المراحل التاليه. طب هل التيار الديني ممكن عشان يحقق المزيد من المقاعد داخل البرلمان ممكن يعمل تحالف مع الكتله المصريه او مع قائمه الثوره مثلا؟ تحليلي انه الاخوان المسلمين الاقرب في للتحالف مع الكتله المصريه مش مع السلفيين. الحقيقه انه يا برضه من ضمن الاخطاء اللي بنسقط فيها ان احنا بنتعامل مع التيار الاسلامي باعتباره كتله واحده. ايوه لا، هو الحقيقه مش كده، احنا عندنا سلفيين وصوفيين بينهم عداء اكتر من العداء بين اي تيار فصيل منهم والعلمانيين. في عندنا الاخوان والسلفيين الاختلافات الفقهيه والحركيه بينهم اعمق من منهم وبين مع الكتله المصريه. فانا تصوري انه بعد الانتخابات اذا حصل تحالفات داخل مجلس الشعب هتبقى بين الاخوان المسلمين وبين الكتله المصريه، مش بين الاخوان وبين السلفيين. طيب في ضوء النتائج طبعا التيار الاسلامي احنا زي ما احنا عارفين مسيطر على المشهد السياسي، وبالتالي امامه خيارين، اما التحالف مع المجلس العسكري او ان هو يعقد صفقه يعني او ان هو هيكون في مواجهه معاهم، يعني ما هيتحالف معاهم يا اما هيكون في مواجهه. اي من الخيارين حضرتك تتوقع حدوثه؟ يعني هو التيار الاسلامي طبعا لانه مستند لمكاسب اكيد مش عايز يفسد العرس بتاعه، يعني هو دلوقتي هو الرابح الاول، واي صدام مع المجلس العسكري هي ممكن يربك المشهد والعمليه السياسيه، اللي هيبقى الخاسر الاكبر فيها هيبقى التيار الاسلامي. فانا استبعد فكره انه يخش في مواجهه مع يعني المجلس العسكري، مش لازم يعني مش لازم يتحالف، يعني يتواصل معاه، لانه احنا ليه برضه افترضنا انه احنا مضطرين اما انه تحالف او مواجهه في مسار. اذا الامور قد تمضي الامور، وانا تقديري انه هيبقى ده الاقرب للحدوث، ان الامور تسير وفقا للجدول الزمني المتفق عليه او الترتيب المتفق عليه، انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس شورى ثم انتخابات رئاسيه ودستور، والمجلس العسكري يرجع يمارس يرجع عمله. مكانه يرجع عمله يمارس عمله مظبوط. يعني بعد المرحله الاولى وانتخابات 2011 وانه طبعا حزبي الحريه والعداله والنور السلفي في المرحله الاولى اكتسحوا تقريبا المؤشرات،
هناك تخوف عند الأقباط وهناك تخوف عند بعض المصريين وبعض التيارات الليبرالية أنه يكون في قمع لهذه الطيارات أو لبعض المصريين. حضرتك بتعلق على إيه في الموضوع ده؟ الحقيقة أنه طبعا هو تخوفات مشروعة في ضوء تصريحات يعني التصريحات متواترة من شخصيات وأسماء محسوبة على الطيار السلفي. الحقيقة برضو لازم نميز بين الطيار السلفي وبين الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يعني الحقيقة كانوا عرضوا أقل وعرضوا تشريح يعني 100 عضو على قوائمهم أو 100 قبطي على قوائمهم، وحصل اختلاف بعد كده يعني لأسباب قد لا يجوز ذكرها الآن. فهم يعني انما السلفيين طبعا في مشكله يعني في لكن برضو انه شوف النزول الى العمل السياسي هيختلف. الكلام داخل المساجد سهل، يعني المرشح لما ترشح في الدايره من المؤكد انه الناس انتخبته لانه هو راجل شيخ ولانه هو راجل طيب ولانه هو، لكن انتخبوه كمان علشان هيعمل لهم مدرسه وهيعمل لهم مستشفى وهيوفر لهم فرصه عمل. ده اللي هيتحاسب عليه، مش هيتحاسب عليها يقول لهم يا جماعه قربتكم من دخول الجنه. ولذلك في قيود كتيره هتبقى مفروضه عليهم تخلي تصرفاتهم مختلف عن الكلام اللي كانوا بيقولوه وهم في مرحله ما قبل المشاركه السياسيه. يعني عشان كده زي ما اذا كانت التخوفات الاقباط والقوى الليبراليه من صعود السلفيين على وجه التحديد مقبوله، لكن لا يجب ان نبالغ فيها كمان علشان ما نخلقش نوع من التشكيك المستمر وجدار من عدم الثقه. في الاخر بقى ده واقع وده مجتمعنا ودي قوه موجوده. الالحاح على ان احنا دايما نشكك، عشان كده انا لا يعني لا افضل دايما خطاب الاسلاميين اللي هو دايما يجرح في الليبراليين ويتهمهم بانهم اباحيين وانهم ملحدين، والعكس صحيح برضو خطاب الليبراليين اللي دايما يشكك في الاسلاميين باعتبارهم متحجرين وهيعودون العصور الوسطى. الحقيقه مش لازم الصوره تبقى بهذا الشكل. طب خلينا نتكلم عن قدام شويه او مستقبل مصر السياسي لو حصل وفعلا حصل اكتساح في المرحله الثانيه للتيار الاسلامي. حضرتك شايف كده كمفكر وكقاعد، انت اكيد بتفكر في المستقبل بشكل مختلف وانت قاعد مع نفسك بصوت عالي بقى تقول لنا دلوقتي كده، انت شايف مستقبل مصر السياسي هيكون عامل ازاي لو فعلا التيارات الاسلاميه اكتسحت بقوه مجلس الشعب؟ مصر لن تعود الى الوراء، يعني هذه مجرد انتخابات مرؤوله بعد 5 سنين في اقصى تقدير وفقا للاعلان الدستوري في انتخابات، ربما بعد وضع الدستور الجديد تجرى انتخابات تانية في خلال سنه. ولذلك لا يجب التصور الناس تتعامل مع هذه الانتخابات باعتبارها الاولى والاخيره، ده يا جماعه هيبقى خطا فادح هنقع فيه جميعا. يعني احنا لو حسينا ان التيار الاسلامي ما فاتش البلد اكيد ما حدش هينتخبه تاني. بالظبط كده، وهم الحقيقه هم يتولوا يعني هم هذا الفوز هو فخ لهم اكتر منه فخ للمجتمع، لانهم بيتولوا في ظروف شديده الصعوبه. وضع الاقباط ايه في مصر؟ لن يتغير. انا لا يعني وضع الاقباط يمكن وضع الكنيسه يتغير. الحقيقه انه الكنيسه استفادت في 30 سنه من عهد حسني مبارك من تحالف لم يكن مقبولا مع نظام الحكم، الكنيسة كمؤسسة زي الأزهر كمؤسسة، وده كان الحقيقة دفع ثمنه الأقباط، لأنه الأقباط جزء من الشعب المصري عانوا من كل ما عانينا منه فساد ورشوة. القبط لم يكن يحصل على حقه في الوظيفة العامة مش لأنه قبط هو بس هو المشكلة أنه هو كان متصور أنه هو لأنه قبط، الحقيقة لأنه هو فقير وانا لانه فقير ما عرفتش عندها مشاكل في البطاله وعندها مشاكل في الشغل وطول النهار بنتكلم، فبيزود هو كمان وعندنا مشكله في التمييز وعندنا مشكله في الواسطه وعندنا مشكله في وانا ما دخلتش وكيل نيابه لانه انا ابويا فلاح مش علشان انا قبطي. الزميل الجاري القبطي قال لك لا ده انا ما خدونيش عشان قبطي. الحقيقه ما كانش يعني كده، كل واحد مشكلته بيكبرها. هي المشكله العامه انه البلد كان فيها نوع فساد فوق الوصف وكانت الظروف فيها سيئه جدا، فكان كلنا بنعاني من هذه الظروف. بعض الاقباط راوا انه لانهم اقباط بس هم الحقيقه لانهم مصريين ويعيشوا في ظل نظام فاسد كان قائم في البلد. يعني يا استاذ اشرف انا بشكرك على وجودك معانا النهارده. لسه الاحداث مستمره ولسه التنبؤات مستمره ولسه ان شاء الله نقعد مع بعض ونتكلم كتير عن مستقبل مصر السياسي القادم. اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. شكرا ليك يا استاذ اشرف. ومشاهدينا لسه مكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.